بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تصاعد الأعداد وما وصلنا إليه اليوم، حقيقة كان متوقع أن نصل بسبب عدم التزام المواطنين بتعليمات خلية الأزمة والجهل الذي وصلنا إلى هذه المرحلة. اليوم حقيقة نحن في موقف لا نحسد عليه، وما زالت الفرصة مواتية للتخلص مما وصلنا إليه من خلال قطع هذا التزايد بالأعداد، والذي قد يصبح مكان 300 إلى 600 إلى 1000، وهو متوقع. ليعلم الشعب العراقي أن هذا المرض لن يتوقف وسيعايشنا إلى الأبد باعتراف منظمة الصحة العالمية. علاج، لا يوجد علاج، لا يوجد لقاح لحد هذا اليوم، وباعتقادي لن يكون هناك علاج ولن يكون هناك لقاح إلا التباعد المكاني، إلا الحجر، إلا الجلوس في البيوت. اليوم مع الأسف مع كل الاحتياطات، هذا الفيروس من الخباثة ممكن أن يتسلل إلى بيوتنا، إلى عوائلنا، ولكن الكارثة حينما يتسلل إلى أمنا وأبينا وجدنا، ونحن اليوم ذاهبون إجباريا، حقيقة إجباريا أقولها مرة أخرى، إلى مناعة القطيع، وسوف ندخل في مرحلة إعطاء الخسائر، مرحلة استعدوا لمفارقة الأحبة. مع الأسف مع الأسف اليوم بسبب الجهل وعدم الالتزام بالتعليمات اليوم نقف. قد أصيبت عوائلنا، اليوم أتكلم معكم وبناتي قد أصبنا، وكثير من الأصدقاء وكثير من